اهلا بكم من جديد رندا. ننقل الكثير من التفاصيل لاحمد عزام محلل اول اسواق المال في مجموعه إكويتي في عمان. اهلا وسهلا بك احمد معنا. وكيف الاجواء في عمان احمد؟ الطقس يعني اجواء الخليج الحر الحر ما شاء الله الحر جدا الحر حاله عامه. على كل الاسواق برضو مسخنه في كل العالم احمد. يعني دعنا نتحدث عن الاتجاهات. البنوك المركزيه هذا اليوم هي اللافته. الصين تفاجئ الاسواق وتقوم بهذا الاجراء في خفض معدلات الفائده، وموسكو تفاجئ الاسواق وترفع معدلات الفائده، وبريطانيا تنتظر ليوم الغد. كيف نقرا هذه الاتجاهات؟ نعم. طيب صباح الخير طيب ورندا. نعم، الاقتصاد جزء من حالة الطقس في الفترة الحالية. عندما ننظر إلى قرار الصين بكل تأكيد كان قرار مع أنه غير متوقع بالنسبة للأجندة الاقتصادية، لكنه كان متوقع بناء على الحالة الاقتصادية، سواء كان بالنسبة للأرقام الاقتصادية، التضخم، مؤشر المنتجين المنكمش، لكن مع حالة الاقتصاد، حالة أسواق العقارات، حتى طيب عندما ننظر إلى القروض في الفترة الأخيرة قد سجلت انخفاضات كبيرة جدا، 89% انخفاضات القروض في الشهر الماضي عن القراءة السابقة. فبكل تأكيد كان يحتاج الصين إدخال تخفيض السياسة النقدية، مع أنه تخفيض السياسة النقدية الحالية هي لجزء من الاقتراض. قد يكون الأسبوع القادم الإفراج عن تخفيض آخر بالنسبة للRP. بكل تأكيد الصين تتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة مدعومة أو لدعم لمحاولة دعم الاقتصاد في الفترة القادمة. عندما ننظر إلى الكل الطيب مجموعة اقتصادية، فالصين بكل الأرقام الاقتصادية تغرد خارج السرب كحالة اقتصادية مختلفة تماما في ظل الفوائد المرتفعة عالميا. فعلى ما أعتقد الصين في الأسبوع القادم طيب قد يكون هناك توجه إلى عمليات تخفيض الفائدة بشكل أكبر. عندما ننظر إلى القراءات البنوك الأخرى، بنك نيوزيلندا على سبيل المثال، على ما أعتقد التوجه إلى تخفيض أو التوجه إلى تثبيت أسعار الفائدة قد يكون هو القرار الصائب مع ارتفاع أسعار الفوائد إلى 5.5%. فهناك قد يكون بعض التفاوت في الفترة القادمة بين السياسات النقدية، مما قد يجعل الاضطراب في الأسواق في الحركة السعرية بين السايد ويز أو تداولات جانبية في الفترة القادمة لسد ثغرة البنوك المركزية وصولا أو تباعا بالنسبة للتحركات القادمة. طيب طيب أحمد، ربما في هذه التحركات أو في ظل ربما ما تلقبه، لا تزال لدينا بيانات مهمة سواء في أمريكا، لدينا مبيعات التجزئة المهمة. برأيك الآن التركيز أو كيف قد تكون ردة فعل تحركات السوق برأيك خلال هذه الفترة في ظل انتظار هذه البيانات؟ نعم رندا، عندما ننظر بكل تأكيد إلى تحركات مؤشر الدولار إندكس، مستويات 102 هي مستويات دعم تعتبر قوية جدا. مبيعات التجزئة من ناحية أخرى قد تسجل بعض الارتفاعات 0.4%، هي أيضا مدعومة من مؤشر أسعار المنتجين الذي قد سجل ارتفاعات أخرى. فعندما ننظر إلى سلسلة الأرقام الاقتصادية رندا مع أرقام النمو الاقتصادي، فعلى ما أعتقد أن قد تكون مؤشر حتى لو كان طفيف، لكن هو مؤشر قد يعتبر مهم بالنسبة للفدرالي الأمريكي على أن أرقام التضخم قد تكون في الفترة القادمة قد تسجل بعض الارتفاعات. فبالتالي مبيعات التجزئة، النمو، مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي كانت أرقام مهمة جدا، ومبيعات التجزئة اليوم قد تكون مهمة أيضا لتسجيل ارتفاعات بالنسبة للتضخم. قد يكون أرقام التضخم أو إشارة إلى أرقام التضخم المرتفعة قد تكون إشارة بجاكسون هول في الأسبوع القادم بالنسبة لجيرام باول وحتى رؤساء البنوك المركزية الأخرى. بالنسبة لتحركات الأسواق على ما أعتقد 102 بالنسبة للدعم لمؤشر الدولار إندكس يعتبر قوي جدا. الأرقام الاقتصادية هي حالة من رفع احتمالات أسعار الفوائد، فعلى ما أعتقد 25 نقطة أساس قد تكون على طاولة الفدرالي الأمريكي. قد ينتظر اشتعال أرقام التضخم في الفترة القادمة لتبدأ احتمالية تسعيرة بالنسبة للأسواق. نعم، يعني وسط كل هذه البيانات والمؤشرات يعني الساخنة كما ذكرت، عاد اليابان يمكن طوكيو لديها بعض البيانات الإيجابية فيما يتعلق بمعدلات النمو. أود أن نقف على تحركات النفط، إلى أي مدى يمتلك الحظوظ في البقاء في مستويات الثمانينات للدولار، 85 دولار وفق هذه المؤشرات، بعيدا عن تدخلات أوبك بلس الجراحية أحيانا.
نعم. طيب، على ما أعتقد كنا قد تحدثنا سابقا عن إمكانية ارتفاعات أسعار النفط في الفترة الماضية. على ما أعتقد الطلب العالمي وارتفاع أرقام الطلب العالمي بالنسبة للنفط قد طغت بالنسبة للأحداث السلبية أو الأرقام السلبية بالنسبة للاقتصاد الصيني. باتت الأسواق لا تسعر الأرقام السلبية للصينية على أنها مؤثر بشكل كبير لأرقام النفط في الفترة القادمة. لا بل أرقام الطلب العالمي حتى بالنسبة للمخزون النفط الخام قد تكون هي الأرقام المحركة في الفترة في الفترات الماضية وحتى في الفترة القادمة. الطلب العالمي لا يزال يسجل ارتفاعات بالنسبة للنفط. التقارير لا تزال تتحدث عن إمكانية ارتفاعات الطلب العالمي، بل تسجيل أرقام أكبر مما كانت تتوقع في الفترة القادمة. لا بل ننظر الطيب إذا تم عودة الأموال الرخيصة بالنسبة للاقتصاد الصيني وعودة الطلب التصنيعي بالنسبة للاقتصاد الصيني، فعلى ما أعتقد هنا قد تكون هناك طلب أكبر بالنسبة للنفط. فلما لا أن يكون التوجهات إيجابية؟ مستويات 80 تعتبر مستويات دعم قوية. نعم. الحصول على الدعم من مستويات 80 على ما أعتقد وارد. صحيح. طيب، في الفترة القادمة. نحن دائما نشكرك أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، كنت معنا من عمان.